إن معظم المعروضات المتاحة للجمهور في اليوم الأول تم تصميمها من قبل المصممين المحليين، وتوجد صالات تم إنشاؤها وفقا لأسلوب الخيام الأفغانية التقليدية، كما توجد كاميرات تم إنتاجها باستخدام مزيج من الهواتف المحمولة الذكية ولعب الأطفال. ويوجد أيضا كراسي عامة للراحة مصنوعة من كتل الألمنيوم المضغوطة، وتتمثل فلسفة التصميم في إعادة التدوير للأفضل أبسايكل، التي تهدف إلى تحسين الاستخدام الثانوي للنفايات وتحقيق التنمية المستدامة للموارد. ومن بين المعروضات العديدة هناك تصميم خشبي يسمى سطح البارامترات، الذي يجذب العديد من الزوار بسبب محتواه التكنولوجي الفريد. ما تراه سطح معقد جدا، وهذا بفضل التكنولوجيا الجديدة المطبقة في اللوح. نحن شركة تصميم عالمية في إيطاليا، ويمكنك أن ترى أن هذا المعروض مصنوع من الخشب النقي وباستخدام المواد الخام، لكنه يظهر ناعما جدا. مع ازدياد ثراء محتويات المعرض أصبح مفهوم المصمم أكثر تطورا، ولا يقتصر دور أسبوع دبي للتصميم على وضع دبي كعاصمة للتصميم بالشرق الأوسط فحسب، بل يجعلها تصنع المزيد من منتجات التصميم تترك تأثيرها على حياة الناس والاتجاهات المستقبلية من مجالات حماية البيئة والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والجوانب الأخرى. أحب هذه المعارض حقا، كلها يلهمني بشكل مختلف. لقد اكتسبت خبرات مختلفة من هذه المعارض، ويمكن أن أكمل عملي وتصميم الخاص في الكلية.